يعني الدعوة للوقف اليوم هي تقول أن هؤلاء الذين يأتون من الدول العربية، بعضها خليجي وبعضها مغاربي وبعضها مصر طبعا إلى جانب مصر وتحت الرعاية الأمريكية، هذه الدعوة هي تشكل عمليا طعنة في ظهر نضال الشعب الفلسطيني وتنكر للشهداء وللدماء الفلسطينية، وهي تغطية على جرائم الاحتلال التي يقوم بها كل يوم بحق أرضنا وشعبنا وحقوقنا. وبالتالي نحن نقول كشعب فلسطيني أننا نرفض وندين سلوك هذه الأنظمة الذي يتعارض مع إرادة شعوبها، لأن الشعوب العربية عمليا ما زالت ترى وتعتقد أن قضية فلسطين هي قضيتها الأولى. يعني طبيعة هذه اللقاءات هي لقاءات عمليا أقل ما يقال فيها أنها لقاءات ذيلية تبعية تؤكد تبعية هذه الأنظمة للاحتلال تحت حجة أن هذا الاحتلال يحميها من خطر وهمي يسمونه الخطر الإيراني. نحن نعتقد أن هذا كله وهم، وأن هؤلاء الحكام عمليا هم يبحثون عن من يحميهم، ولا شيء يحميهم من إرادة شعوبهم إلا شعوبهم بنفسها.